الفكره اصل هو دي اكيد بيبقى ليها شواهد. ليه قلت كده؟ احنا عاشقين للجودو من 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 واحنا صغيرين وبنشتغل باخلاص جدا من واحنا لعيبه وبنتمرن باخلاص وحابين اللعبه قوي وعمرنا كله قضيناه في الجودو. فهي التطور طبيعي ان انت بعد العمر ده يعني احنا قعدنا انا قعدت 17 سنه ماسك وزني في مصر ماسك يعني متصدر الترتيب يعني الحمد لله. وبرده محمد برده سنين طويله وبطل كبير فيعني عملنا حاجة بخبرات يعني كويس. وانا من الناس اللي بؤمن ان انت العمل عمل جماعي وايد واحده ايد واحدها مش ما تسقفش. فلما يكون الناس اللي بتبقى شغاله مع بعض كلها مخلصه وكلها بتشتغل بنيه طيبه ونيه صافيه بتزق بعض وبتساند بعض وربنا بيكرم بجد هي يعني في الاخر كله كرم من عند ربنا. فلما بيبقى كلنا بنفس النيه وبنفس الروح وبقلبك على بعض بتقوموا بعض يعني. يعني كابتن مرزوق وكابتن محمد وطبعا كابتن رشوان يعني ابونا كلنا لما كلنا ابتدينا الشغل كلنا مع بعض كان هدفنا واحد ومصلحه واحده وحب للعبه اللي احنا كلنا بنعشقها وبنخدم بلدنا من خلالها. كان هو يعني هو ده الحافز لينا والدرايف لينا. الحمد لله ده وداكم في حته كويسه ولسه الروح اللي انا شايفها دي هتودي الاتحاد وهتودي المنتخب او المنتخبات كلها في حته تانية. بس خليني اقول لك وانت لعيب انت بقى في حته يعني السن اللي انا بحب يعني اعمل معاه حوارات اللي هو بيبقى لسه منتقل من اللعب للتدريب فبيبقى شايف الاثنين حلو قوي. وانت في المنتخب اتعرض عليك تلعب لدوله تانية او باسم دوله تانية؟ ده زمان قوي بس يعني مش 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 حاجه جديه جامد. طيب يعني بس احنا واجهنا صعوبات طبعا كتيره واحنا لعيبه يعني. ودلوقتي يعني الحمد لله احنا بنحاول كلنا طبعا كمجلس بقياده كابتن مرزوق وكمدربين ان احنا كل الحاجات اللي احنا عانيتوا منها اللي عانينا منها تلغوها بقى يعني ونحاول نخلي اللعيبه تبعد عن الكلام ده وتركز في التدريب بس. وان احنا كلنا مع بعض نواجه احنا الصعوبات من ورا اللعيبه ان هم ما يحسوش بالكلام ده. اللي انا عانيت منه مش هخلي لعيب تتعاني منه. لا ده حاسين بيهم وكاتحاد وكمدربين تحس بيهم. عشان كده انا بقول لك السن ده بالظبط بتبقى حاسس بالظبط بيه يعني انت لسه سايب الملعب بالظبط. فالحاجات دي بنحاول كلنا مع بعض يعني نخليها نتلاشاها او نخلي الولاد ما يحسوش بيها يعني. طيب انتوا النهارده المنتخب اشتغلتوا وجمعتوا عدد من اللعيبه وبداتوا تشتغلوا حتى على الاعمار السنيه الصغيره مش الكبار بس. يعني بداتوا تنتقوا اللاعبين، بداتوا تشوفوا البطولات، ما هو لازم تعمل سكان وتمسح وتشوف الدنيا فيها ايه. بداتوا من اول ما بداتوا ازاي؟ بداتوا تتحركوا ازاي؟ عملتوا اشتغلتوا ازاي؟ احنا قعدنا مع بعض الاول قعده بنشوف ايه التحديات اللي عندنا، كانت تحديات كبيره قوي. ممتاز. وكلنا يعني كلنا شايفين التحدي اللي احنا هنواجهه وكلنا قبلنا التحدي ده. قعدنا كابتن مرزوق وكابتن محمد وكابتن رشوان الوضع الحالي ايه؟ وضع المنتخب ان انت دلوقتي عندك جزء كبير قوي من اللعيبه اللي كان بقى لها كتير ماسكه ميزانها. 80% منهم بطلوا، كان منهم انا وكابتن محمد. وعندك متبقي جزء صغير جدا والباقي لسه ما فيش رؤيه واضحه للمنتخب. كانت الحاجه التحدي الاكبر ان احنا هنقعد سنتين على الاقل عقبال ما يبقى في رؤيه للعيبه ويبقى في رؤيه للمنتخب. صحيح. السنتين دول احنا كنا عارفين ان احنا هنواجه ضغوطات، هنواجه ناس مش ملمه ممكن بالوضع بيحصل اهتزاز نتائج يحصل لوم عليكم. فانتوا كنتوا عايزين تبنوا بالظبط وفي الوقت اللي نفسه تكسبوا بالظبط. ودي كانت صعبه، ده كان تحدي، ده اكبر تحدي قابلتوه. اكبر تحدي قابلناه لان مفيش رؤيه واضحه يعني هنبدا منين او هياخد وقت قد ايه شغلنا ده بالظبط. ما انا مش عارف انا هبتدي منين، ممكن ابتدي من الدرجه الثانيه، ممكن ابتدي من صفر بالظبط. فانتوا كنتوا لسه بادئين مش عارفين هتبتدوا منين. بس قابلتوا التحدي. قابلنا التحدي وكلنا بنفس كلنا على نفس المنهج وعلى نفس الرؤيه وعلى نفس اللغه. نعم. فهي دي اللي ساعدت
لان انت ممكن يبقى حد مش معاك في نفس اللغه او في نفس الرؤيه، تون واحد كله بيتكلم تون واحد، تون واحد خلاص اتفقنا كلنا ان احنا مش هنبص لاي كلام، مش هنبص لاي حاجه ورانا، احنا هنشتغل بالاخلاص زي ما بنشتغل دايما وهنمشي باخلاص وربنا هيوفق ان شاء الله وهنعمل. فابتدينا طبعا قلنا كابتن مرزوق واحنا قعدنا اول حاجه ايه ان احنا النشاط المحلي اللي هنفرز منه العناصر اللي هنبتدي نوضح منها الرؤيه او نبتدي نبدا من خلالها. تمام. النشاط المحلي بدا في تحت 17 وتحت 20 والرجال، واخذنا العناصر المميزه اللي منهم. بس برضو هرجع اقول لحضرتك حاجه، احنا لعبتنا عناصر مميزه بس لازم تكتسب حجم خبرات كبير جدا. طبعا حجم خبرات دولي اهم كمان. ده الخبره، ده انت ممكن تبقى بالزبط. فنيا مش عالي بس عندك خبرات تقدر بالزبط. تخلص الماتش في ثانيه. دهاء ملعب، دهاء ملعب بالزبط. يعني خليني اقول كده، انت ممكن تبقى فنيا اللي قدامك اعلى منك بالزبط. بس انت بتنتهز الفرصه، بتروح خبره، دي بتيجي من خبره بالظبط. فالموضوع ده بداتوا تشتغلوا عليه، جبتوا مهارات كويسه بس عايزين خبره بالظبط. والخبره دي بتيجي من ايه؟ من بطولات ومعسكرات، حجم بطولات كبيره وحجم معسكرات كبيره ووقت. نعم. ووقت. فاشتغلنا احنا كان قبل ما نبدا كان حوالي الموسم النشاط المحلي كان واقف بقاله حوالي سنه او اكتر، والنشاط التدريبي كمان في مصر كان سنة. اكتر من سنه كمان يعني اللعيبه حتى الكبار. السبب ما كان بقى ولا كان كورونا ولا كان في لسه يعني موضوع الانتخابات؟ يعني قبل كورونا بشويه ودخلت كورونا وبعد كورونا طبعا انتخابات، فالدنيا كانت يعني النشاط كان واقف سنه كامله. اكتر من سنه كمان. طب اللعيبه حتى الكبيره اللي يعني ال 20% او ال 25% اللي كانوا موجودين لسه متبقيين من المنتخب كان بقالهم سنه ما اتمرنوش. يعني يعتبر بطل. بقاله سنه بالظبط. بطل السنه دي انت ما لعبتش يعني يعتبر بطلت وانت كبير في السن. بالظبط. وانت صغير عادي، انما وانت كبير السنه دي يعني انت خلاص. بالظبط. يعني اوت اوف فيت خالص. بالظبط. طيب انتوا اشتغلتوا على ده محمد وبداتوا تشتغلوا عليه وبداتوا تجمعوا وبداتوا تعملوا سكان وتحضروا البطولات والمنافسات. ايه الاعمار السنيه اللي انتوا اشتغلتوا عليها؟ يعني كلمني عن الاعمار السنيه وكم لاعب انتقدتوه مثلا اللي انت فاكره طبعا يعني طبعا اكيد. اشتغلنا على الناشئين تحت 17 سنه. والشباب تحت 20 سنه وطبعا جنب الفريق الكبير لان ممتاز. احنا عندنا الفريق الدرجه الاولى دلوقتي في عناصر من الشباب. كابتن مرزوق قال كده نفس الكلام. من اهم العناصر في الفريق الكبار طبعا ولسه قدامهم سنه كمان مرحله ثانيه في الشباب. الولاد الناشئين بقوا بيدخلوا مع الشباب المراحل الاكبر منهم، فابتدى الفريق الشباب بقى في ميكس بين الناشئين والشباب، والشباب بقى بيطلع الكبار، فابتدى الفريق عندنا بقى في انسجام، الاعمار كلها متقاربه. ممتاز. والاهداف بتاعه اللعيبه وبتاعه الجهاز الفني ورئيس الاتحاد كلها واحده، واحده ماشيه في اتجاه واحد، كلنا احنا ماشيين في اتجاه واحد. احنا هدفنا ان احنا بنعد جيل جديد وان احنا بنستعد للتاهيل لاولمبياد باريس. سؤال وبكل امانه، ويعني انتوا كنتوا كان عندنا بطولات افريقيا السنه اللي فاتت وكان عندنا بطولات افريقيا السنه دي. طيب. انتوا توقعتوا بامانه يوم ما كنا داخلين نخوض منافسات البطولات دي او الكلام ده، كنتوا متوقعين ان احنا هناخد بطوله افريقيا بالشكل ده او نفوز كده او ان يبقى منظرنا بالشكل ده بامانه؟ يعني لو قلت لي لا ما دي حقيقه، لو قلت لي هصدقك. لا هي 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 مش لا ومش لان احنا يعني ترتيب ربنا جه معانا سبحان الله. يعني حصلت حاجه في اخر يوم في البطوله ان احنا ناخد السنه دي في بطوله افريقيا درجه اولى ان احنا ناخد ترتيب عام اول بفريق الولاد بعدد 3 ميداليات ذهب، فدي عمرها ما حصلت قبل كده. دي حقيقة حصلتش. عمرها. لكن الحمد لله احنا الولاد كمظهر، الولاد كانوا 10 على 10 وكانوا كلهم مظهرهم ممتاز وفوق الممتاز بصراحة. الأداء كان كويس طبعا باستثناء السنة اللي فاتت، يعني كان الدنيا كانت لسه فيها، لسه الولاد ما قاموش ولسه ما كانوش ركزوا في البطولات، فكنا بعاد شويه وقابلنا صدمات كتير زي ما الكابتن حاتم قال، واجهتنا عقبات كتير. بس اللي خلانا ان احنا نرجع تاني اون تراك ان احنا برضو قعدنا قعده تانيه، يا جماعه احنا مش هنركز مع اي حاجه بتحصل بره، احنا مركزين بس مع الهدف بتاعنا واحنا كلنا في طريق واحد. بدأنا كلنا فعلا ان احنا ما نركزش مع اي حاجه، مركزين بس في التمرين في شغلنا ان احنا نرفع علم مصر في كل البطولات اللي هنشاركها ونرجع مصر تاني للمكانه بتاعتها. يعني انت قصدك احنا اشتغلنا، الظروف خدمتنا بس مش معنى ان خدمتنا ان احنا لا احنا اشتغلنا. ودايما بقول حاجه، التوفيق وفي النادي الاهلي دايما ده مبدأنا، التوفيق بيروح لمن يستحق. دايما بتلاقي انت اشتغلت تستنى التوفيق
من عند ربنا، وده اللي حصل معاكم في البطولات. الحمد لله. طب خلينا نتكلم، انت يعني انت اكيد بتروح مع المنتخبات معسكرات برضو يا كابتن، وشفت يا كابتن حاتم برضو المستويات العالميه. يعني شايف ان احنا ممكن نوصل لده؟ احنا عندنا اللاعبين يعني في مراحلهم السنيه دلوقتي في مستوى، انا اقدر اقول ان هو مستوى عالمي جدا في مرحله الناشئين ومرحله الشباب ومرحله الرجال. ويعني عندنا دلوقتي في مرحله الناشئين عندنا عمار، عندنا ياسين صبره مستوى عالمي، الاثنين مستوى عالمي جدا. عالمي يعني بنتكلم على مش مستويات افريقيه بقى، احنا بنتكلم على ياسين صبره السنه دي جاب سبع عالم ما شاء الله. يعني ياسين صبره السنه دي حصل على المركز السابع في البطوله بقى، ده اللي عايز اسمعه. افريقيا ما شاء الله. عندنا في فريق الشباب وفي بطوله عالم جايه في البرتغال هيبان بقى، يعني مستوانا العالمي هيبان على مستوانا العالمي ان شاء الله. عندنا برضو فريق الشباب دلوقتي الله اكبر عليه، يعني ثلاثة دلوقتي برضو مع عمار، برضو عمر رملي. عمر رملي جايب أول أفريقيا رجال السنة دي وأول أفريقيا شباب، وهو ما شاء الله لسه 19 سنة ولسه عنده سنة كمان شباب. وهو مصنف رقم 2 على العالم في الشباب دلوقتي. في السنة دي بقى مصنف رقم 2 على العالم. عندنا علي حاجة كويسة جدا. أنا ليه بقى عايز أقول ده؟ لأن احنا اتكلمنا عن أفريقيا. ممكن السادة المشاهدين حد يكون مش متابع جودو أو مش عارف هيقول لك طب ما أفريقيا عادي، ما احنا خدنا أفريقيا. النهاردة بتتكلم على المستوى العالم، عندنا تاني عالم، عندنا سابع عالم. أيوه فاحنا رايحين. أيوه هو احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا دلوقتي احنا ابتدينا من، يعني لو تشوف المنتخب من سنة ونص وتشوف المنتخب النهاردة، يعني الحمد لله الرؤية بقت واضحة جدا. ودلوقتي عندنا ولاد في كل مرحلة سنية، مرحلة 17 سنة عندنا اثنين جوه المصنفين جوه الثمانيه على العالم. عندنا دلوقتي الكلام ده ما كانش موجود، ولا واحد كان مصنف اصلا. ما انا كده بسالك السؤال ده وانت يعني اتلكت صدري زي ما بيقولوا بالكلام ده. ان انا بس مش افريقيا بتكلم، لا احنا انا بتكلم فنيا، انا بتكلم على مستوى العالم، وداخلين واقفين على ارض صلبه بلعيبه صغيره اعمار سنيه صغيره. في مراحلهم السنيه. برافو. المراحل العمريه برضو في يعني في مرحله الشباب برضو عندنا دلوقتي. احنا السنه اللي فاتت ما كانش عندنا حد مصنف ولا شباب ولا ناشئين جوه التصنيف اصلا. اذا كنت حضرتك بتقول لي كنا عدى سنه ما فيش نشاط. تصنيف عالمي ايه بقى اذا كان النشاط المحلي واقف؟ أيه. فاكيد ما عندناش تصنيف عالمي النهارده. بالظبط. كابتن مرزوق يمكن في